لم ينتظروا تعليمات من أحد، فبادروا لحماية منطقتهم من انتشار فيروس كورونا، حيث استشعر مجموعة من هؤلاء الشباب بمنطقة راس الهلال ببلدية القبة خطر تفشي الوباء، وسارعوا بالتطوع في حملة تعقيم وتطهير طالت عددا من المؤسسات العامة الواقعة في نطاق منطقتهم، منها مباني المدارس ومركز الشرطة، إضافة للمرافق العامة التي يتردد عليها المواطنون. شباب عمل تطوعي منطقة راس الهلال، يقومون بحملة تعقيمية، قطاعات التعليم، مراكز الحيوية، مراكز الحكومية بالكامل. بسبب منطقة راس الهلال متطرعين حملة تطوعية للتعقيم من فيروس كورونا، والحمد لله ما شاء الله الشباب متواجدين، كل مجهود ذاتي والحمد لله. بهذه الإمكانيات المحدودة يؤكد الشباب المتطوعون على استعدادهم الكامل في استمرارهم بتطهير وتعقيم كافة المباني في منطقة راس الهلال التي تعد ذات طابع سياحي يقصده الزوار من مختلف المناطق، فجاءت هذه المبادرة تمهيدا لخلق بيئة صحية خالية من الأوبئة في حال تم رفع الحظر مستقبلاً.